سيادة المستشار شعيب عبد الفتاح المستشار الإعلامي لسفارة جمهورية مصر العربية بالإمارات، أهلا بك معنا في أخبار اليوم. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. حضرتك فندم عاوزين نتكلم النهاردة عن الأمسيات الثقافية ورعايتكم لخيمة التواصل الاجتماعي بالسفارة المصرية. النهاردة في هذه الأمسية الجميلة بنشهد انطلاق فعاليات ثقافية كثيرة في الخيمة الثقافية بأبو ظبي، انطلاقا من كون الثقافة العربية هي الرابط المشترك بين كافة الشعوب العربية. الثقافة هي الوجدان الحقيقي الذي يقوي العلاقات بين العربي وأخيه العربي في كل مكان. إضافة لكل ذلك أن الخيمة في الواقع بتتمتع بتميز، لأن بها فئة جناح مصري يتميز بعروض ثقافية وتراثية عديدة، جناح سعودي على نفس القدر من الأهمية برضك بيعرض فقرات ثقافية وتراثية من المملكة العربية السعودية، إضافة طبعا إلى الجناح الإماراتي الذي يشهد عروض تراثية وأثرية وتراثية منوعة. من الملاحظ طبعا أن دولة الإمارات العربية المتحدة بيحظى فيها التراث بأهمية كبيرة من قبل القيادات الإماراتية الرشيدة. التراث له أهمية كبيرة في الإمارات ليقين دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التراث هو ذاكرة الأمة وذاكرة الماضي الذي يجب أن يعرفه تماما ويقف على كل تفاصيله الأجيال الجديدة. إحنا في السفارة المصرية نرعى مثل هذه الفعاليات انطلاقا من كل ذلك، انطلاقا من أن الثقافة هي عامل أساسي لتفاهم الشعوب وتقاربها والتعرف عن قرب على عاداتها وتقاليدها وفنونها المختلفة. شركة بلا حدود، أهلا بك معنا في أخبار اليوم، وكلمينا النهاردة عن نشاطك في خيمة التواصل وبطولة العالم للبوكس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا شركتي بلا حدود الوساطة التجارية، نقوم بدعم خيمة التواصل بدولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة الختم، واصل الشعوب مع بعضها الشعب المصري وشعب دولة الإمارات، وإحياء تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وإحياء التراث المصري في ظل الظروف التي تمر بها جمهورية مصر العربية. وإن شاء الله نأمل للخير ونجاح سيادة المستشار الفتاح السيسي ونجاح كرئيس لجمهورية مصر العربية وتوفيقه جميعنا بإذن الله رب العالمين، وبالله التوفيق. وخاصة نحن في دولة الأمارات، دولة المحبة، دولة القانون، دولة الأمن، أيضا للعالم كله يجمع على هذا البلد الطيب الآمن. وأيضا هذا البرنامج نحن طبعا استعنا بكثير من العلماء والمتحدثين في برنامج المجالس مدارس الحكيم العرب، الكل ساهمت معنا بالحقيقة في السفارة، سفارة مصر العظيمة دائما يحضرون معنا ودائما أيضا يتحفوننا بمعرفتهم وأيضا بنقل المعرفة. وهناك الكثير من العلماء والمتحدثين واللي أيضا استقوا من مدرسة زايد هم الآن يردون هذا المعروف إلى في التواصل إلى الشعوب اللي أحبت هذا الشعوب. دكتور عادل النويشي مستشار الثقافي المصري، أشكر راعي هذا المجلس الجميل الدكتور عبد الله النيامي، ربنا يبارك فيه، كل سنة وعليكم حضرتك طيب. ودائما وأبدا أبدأ كلامي بيتين شعب، هو مساء الخير والسكر وريح المسك والعنبر، ولا خوف على مصر وفيها جيشها الأقدر، وفيها أولياء الله وفيها الجامع الأزهر. زرع نبوءة إلى روح سمو الشيخ زايد طيب الله ثراه، قمر وصحراء تهيئ موعدا، وغمامة للحلم ترسم في المدى، والشيخ يغرز في الرمال نبوءة خضراء حولت الرمال زمرودا. عيناه جمعت السحاب على يد، ويداه عادت بالفراق توحدا. عربية أحلامه ما غره نجم التغرب حين صار على هدى،
جعل الرسول إمامه، فمضى على قدم الرسول تواضعا وتوددا، فلذاك حتى الأرض تعشق خطوه وتراه في ألق التواضع سيدا. الله الله. كنت زايد أو شكت من ذكره أن تحيل الأرض تحتك مسجدا. في مصر من يده الندية كم جرى نيل، وكم روي الصباح من الندى، فلنوره في مصر في كل دار قدسه، ولحبه في كل قلب مختزى. الوالد الحاني الفلاح الذي سبق النجوم فكان النجوم فكان أشرف محتدى، بالعدل أسس للمحبة دولة كانت لطلاب الحقيقة موردا. هو مفرد في المجد، هو مفرد في المجد، إلا أنه وهب الزمان خليفة ومحمد. تشبهان رجولة وشهامة ودماسة وأمانة وتجلدا، أخذ العروبة عن أصول حرة ولزايد الخيرات فيها المبتدى. فهم الفلاحيون يعرف مجدهم صبر الهجير وخوضهم سبل الردى، المانعون من الخنا أعراضهم والقائمون على الشمائل سهدا، والمدلجون إلى الصلاة فلا ترى إلا ركوعا في البلاد وسجدا، وهم الحمائم في السلام وداعة، وهم الأسود على ملمات العدا، ما غاب عنهم ضوء زاية أو غفا بدمائهم من صوته ذاك الصدى. فالله يرحمه بكل جميلة ما ناح في الليك الحمام وردد. شكرا لكم جميعا. عضو مجلس إدارة النادي المصري ومؤسس موقع الجالية المصرية في الإمارات، أهلا بك معنا في أخبار اليوم. أهلا بيك. أهلا بيك، شرفتنا. أستاذ هشام، كلمنا عن الفعاليات اللي أنتم بتعملوها للجالية المصرية في الإمارات هنا، ومن ضمنها الفعالية بتاعت النهاردة في خيمة التواصل الاجتماعي. احنا هدفنا من يوم ما اسسنا او بدانا موضوع الجاليه من 2009 لغايه النهارده هي عمليه التواصل بين الناس وبين المغتربين بشكل عام، والحاجه الاكيد اللي بناكد عليها او كان هدفنا فيها هي عمليه التواصل، او الحاجه اللي بيفتقدها اي مغترب اللي هي التواصل الاجتماعي، الروح الاجتماعيه. الفعاليات اي فعاليه او اي حدث بيبقى في مصر او اللي يتعلق بمصر بنحتفل بيه هنا ايا كان هو ايه ومع مين، وبندعي كل الناس تشرفنا. فلما جت خيمه التواصل الاجتماعي وبلغونا وقالوا لنا، فكانت اسمها شدنا بصراحه، خيمه التواصل العالمي. خيمه التواصل العالمي اللي بتضم كذا دوله، واكيد فيها مصر كان لازم نكون موجودين، ودعينا كل الناس ان شاء الله بنكون موجودين يوم السبت. احنا النهارده جينا نشوف الجو الحلو اللي انتم عاملينه، الستاب اللي انتم ما شاء الله عليكم ظبطوه، ان شاء الله يوم السبت بنكون موجودين ومعانا عدد كبير قوي من الجاليه بنحضر وبنشارك في اي فعاليه تحت اسم مصر، واحنا موجودين فيها دايما في الامارات ان شاء الله. نحن نحيي الشعب المصري ونبارك الشعب المصري بفوز رئيس الجمهورية الفريق الأول السيسي، وطبعاً مصر كانت ولا زالت صوراً للأمم العربية، وأنا برأس أنها في كافة المجالات، ومصر تبقى مصر في كافة المجالات. أولاً شرفني كثير بأن الاتحاد الدولي للملاكمة العربية يشارك في خيمة التواصل العربية لعدة أسباب. اسم الخيمة بالنسبة لنا نحن العرب، الخيمة تعني الحضارة، الأصالة، كذلك الشهامة، التراث، ولها عدة معاني، ونحن نعتز بهذا الاسم. التواصل طبعا لابد بأن يكون في الثقافة والرياضة، والرياضة بعيدة كل البعد عن السياسة. الرياضة تزرع المحبة وتقارب شعوب العالم فيما بين بعضهم البعض. طبعا هذه البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي تجمع 8 من أبطال العالم المحترفين في أوزان مختلفة.